ما بنقدر ننكر العلاقة بين الجمال والثقة بالنفس، خصوصا لما بيتعلق الموضوع بالشعر يلي بيعتبر من الخصائص الجمالية اللي بتأثر على المظهر الخارجي بشكل كبير. ولما بيبدأ الشعر بالتساقط هالشي رح يسبب قلق عند الأشخاص، وأكيد رح يبلشوا يدوروا على العلاجات والأدوية للحد من هي المشكلة. ولكن ببعض الأحيان من الصعب علاج تساقط الشعر بالأدوية، لهيك بيكون الحل الوحيد هو اللجوء لزراعة الشعر واستعادة جماله من جديد. ونحن اليوم حبينا نحكي عن هالموضوع مع الدكتور بسيم سيقار. كيفك دكتور؟ أهلين. يا أهلا. أهلا فيك، سعيدة أنه عم يكون لنا لقاء جديد مع حضرتك. شكرا، الله يسلمك. دكتور، اليوم حابين نستفسر منك عن موضوع زراعة الشعر، خاصة أنه بالفترة الأخيرة صار موضوع تساقط الشعر عم يوصل ببعض الحالات للصلع، سواء عند الشباب أو عند الصبايا، يعني ما عاد هو بس عند الأشخاص الكبار بالعمر. بدي منك بالبداية تخبرني شو أسباب تساقط الشعر يلي هي عم تودي للصلع. وأكثر الأسباب طبعاً الوراثة بالبداية، بس نوصل على عمر 19 سنة 20 سنة بتبلش الوراثة تبين أكثر، فلهيك الشباب والصبايا بيتفاجئوا فجأة، ببلش يخف حجم الشعر، عدد الشعرات عندهم بتبلش تقل، الشعر ببلش يصير أنعم أرق، خاصة المناطق الأمامية بنسميها المناطق الذكورية، فبتبلش تأثير الوراثة بهاي الأعمار تدريجياً بتزيد. كل ما كبرنا بالعمر كل ما صار تأثيرها أقوى، بين أكثر، بصير واضح أكثر. طبعا الوراثة مو هي السبب الوحيد، بعض الأمراض الداخلية، فقر الدم، نقص الحديد، أمراض الغدد، هدول كمان من أسباب تساقط الشعر، الشدة النفسية، بعض الأمراض الأخرى، بعض الأدوية، تعرض لأشعة، تعرض لمعالجة كيميائية، هذه كله من أسباب تساقط الشعر عند الإناث والذكور. تمام. طيب نحن امتى بنقول انه هي الحاله علاجها حصرا بالزراعه؟ يعني نحن بنعرف انه في فيتامينات، في جلسات عم تصير، ميزو او بلازما هي بتساعد بتقويه الشعر او بصيلات الشعر. طيب امتى هي العلاجات كلها ما بتنفع بنقول خلص حصرا لازم زراعه؟ وقت اللي بيكون الجلد باين كثير وبالسنتيمتر مربع ما عاد مبين عندي غير عده شعرات بسيطه، او صاير الشعر وبر ناعم، جلد بارز أكثر، شعر متراجع فوق 90%، وقتها بنحط استطباب الزراعة. طبعا قبل الزراعة بنفحص الشخص، بنشرح له تفاصيل الزراعة، إذا بحاجة لمعالجة قبل بنرشحه على المعالجة، إذا لا المعالجة ما راح تفيده مباشرة بنشرح له عن الموضوع وبنقول له لازم تزرع، غير الزراعة ما راح تحل لك المشكلة الباقي المعالجات. تمام. طيب هلأ من وين نحن بناخد الشعر، أو خلينا نقول بصيلات الشعر، من أي منطقة بالضبط؟ الشعر هلأ أفضل منطقة اللي بنسميها المنطقة المانحة، اللي هي كمان بالأصل ما بتتغير مع مرور الوقت، لما بنكبر بالعمر ما بتتغير، هي المنطقة ما بين الأذنين، مساحة كف تقريبا. هالمنطقة عادة عند أغلب العالم ما بتتغير، يعني إذا كل الشعر راح المنطقة بتبقى ثابتة، أي عامل وراثي ما بيأثر عليها. هي المنطقة بنحلقها على الصفر، بنعقم، بنخدر أصولاً، بنقطف بصيلات صغيرة، بننقلها على المناطق المطلوب زراعتها تحت التخدير الموضعي طبعاً. تمام. طيب إمتى المريض بيشوف النتيجة؟ يعني بنسمع إنه في كثير مرضى بيخافوا بعد العملية رجع صار في تساقط، إمتى بيشوف النتيجة النهائية؟ هلا زراعة الشعر يعني اسمها عليها زراعة، فنحن بننقل البصيلة من المناطق المانحة للمناطق المستقبلة. بعد عدة أسابيع هذا الشعر ببلش يتساقط، لما بننقله من هون حتى تتأقلم البصيلة مع المحيط بيتساقط الشعر تبعها. هالتساقط يستمر لمدة 3 شهور 4 شهور، بينبت من جديد من شهر الثالث الرابع وما بعد، بعد 4 شهور. عند بعض الأشخاص بيكون سريع جدا، يعني ثالث شهر، رابع شهر، سادس شهر بيكون صار عنده شعر، عند بعض الأشخاص بيكون بطيئة جدا. طيب يعني التغذية إلى دور، يعني إذا الواحد أخذ فيتامينات تغذى صح ممكن يساعد بأنه التغذية في لها دور، العناية في لها دور، طبعا الصحة العامة في لها دور، الحالة النفسية في لها دور، بعض الزراعة العناية كتير كتير مهمة،
يعني ما بده يزرع ويترك حاله بدون ما يتابع الموضوع. فيفضل يعني بعد الزرع يراجعنا بشكل دوري، نسرع له نمو الشعر ببعض المعالجات الدقيقة بنسميها، وبده ياخذ الفيتامينات اللازمة مشان هذا الشعر ما يتأخر معه، لأن عند بعض الأشخاص قد يتأخر يعني لشهر 11 لشهر 12 مشان يبلش ينبت. بيكتمل عادة هذا الشعر المزروع بين 3 شهور ل 15 شهر. طبعا. بعد ال 15 شهر ما عاد بنستنى أي شيء جديد، هذا بيكون شكله النهائي. هي آخر نتيجة. هذا بيكون شكله النهائي. بهالفترة لازم يهتم طبعا حسب التعليمات حتى ينبتوا كل الشعرات المزروعة. تمام دكتور. طيب بالنسبة للمنطقة اللي انشال منها الشعر، رح يرجع يطلع الشعر ولا ممكن يرجع بس يطلع بطريقة أخف؟ طريقتنا هي اقتلاع جريب الشعر، اقتلاع البصيلة. بناخذ نقط صغيرة جدا، هي النقط عادة بيكون قطرة أقل من 1 ميلي، هدول بشكل دائري بيكونوا قطران، بيصغروا تدريجيا تجاه المركز، وبالتالي اللي كان عم ناخذه بشكل متفرق من المنطقة المانحة لما بطيبوا صغروا هدول الندبات الصغيرة قرب الشعر على بعضه، لما بيطول فوق 3-4 ميلي ببين كأنه مو معكوس أي شيء. هي طريقة بسموها FUE، اقتلاع جريب الشعر أو نقل بصيلات الشعر، يعني في لك كذا تسمية. الـ FUE هي بشكل عام ما بتخلي الشعر يبين من المنطقة المانحة كمأخوذ أو ناقص، لكن أحياناً ببعض الحالات نضطر ناخد كمية كتير كبيرة مشان نحسن نغطي شوي من المساحة، لما بتكون المساحة كتير واسعة اللي بدها تنزرع ممكن هون شوي تبين الخفة عند الشخص. طيب هلأ في مناطق معينة بتفضل إنه ما يتم فيها الزراعة، في مناطق عم تنجح، في مناطق لا، هلأ في صبايا عم يزرعوا حواجب، في شباب عم يزرعوا دقن، يعني ما عاد هو بس شعر الراس، في شيء أنت ما بتفضله أو ما عم ينجح؟ هلأ اللي كون نحن عم ناخذ الشعر من المنطقة ما بين الإذنين وراء الراس، هون الشعر بتجي يعني سماكته مختلفة عن شعر الحاجب. اثنين بيطول، يعني لما بتعيش البصيلة بتبلش تطلع هالشعرة تنبت تطول طول العمر، يعني بدها قصقصها بشكل مستمر، تظبيط بشكل يومي، خاصة الصبايا بتعرفي إذا طول كتير الحاجب بده يلفت نظر أكثر، يعني كل يوم بدها تقص حواجب، كل يوم بدها تقصه. الشعر بيكون شوي أسمك، يعني إذا ما في ضرورة طبعا ما بننصح، معناتها حيبين، حيعطي مظهر شوي، حيبين خاصة الناس دقيقين بهيك الأمور، بيفحصوا الشخص بشكل دقيق ببين معهم. بيكون الشعرة بالأصل بننقلها هي أسمك من شعر الأساسي الموجود بالحاجة، تطول طول العمر، إذا الواحد أهملها ما قصها بدها تبين. قد تأخذ يعني أحيانا هيك اتجاه غير، يعني من كل 100 شعرة 200 شعرة شعرة شعرتين بتغير اتجاهها ممكن، فهيك في لها مشاكل بسيطة. تمام. والدقن بالنسبة للدقن؟ الدقن كذلك، يعني الدقن إنه يطلع باتجاه معاكس هي مشكلة، الحاجة يمكن شوي ما تبين. الدقن عادة يعني بياخذ نتيجة حلوة، لكن ممكن يكون في فرق بين شعر الدقن وشعر الراس كلون كسماكة، لكن أنسب شيء طبعا هو شعر الراس، أقوى شيء بيجي بيعيش. أغلب الشباب أو الصبايا بيزرعوا شعر يعني بيكونوا مبسوطين من النتائج. تمام دكتور، بدي أتشكرك على كل المعلومات اللي عطيتنا إياهم، وأنا عم شوف الحالات اللي أنت عم تعملها كلها حالات ما شاء الله مميزة، بتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم. شكرا لكم. موفقين إن شاء الله.